معنا المهندس مصطفى سيد مأمور الضبط القضائي بجهاز حدائق أكتوبر. باشمهندس مصطفى صباح الخير. صباح النور يا فندم. صباح النور. يعني أنا عايزة أعرف تفاصيل أكتر على ال 247 عمارة أو ال 400 وحدة اللي حضراتكم عملتوا الضبطية القضائية عليها ومررتوا عليها. يعني في مثلا وحدات مغلقة غير مستغلة، طيب إيه مخالفته في دي؟ يعني أحب أوجه الشكر لحضرتك وللسادة المستمعين الأفاضل. بداية، صدر قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 سنة 2018 بيحدد الفئات المستحقه، وطبعا زي ما حضرتك بتتابعي المشروعات القوميه بتنزل الاعلانات وبيتم اختيار الناس بناء على استعلامات وبيتم تسليمهم الوحدات. مدينه حدائق اكتوبر مدينه من الجيل الرابع بها اكثر من 75,000 وحده، فاحنا بننزل طبقا للقانون وطبقا لقانون الاسكان الاجتماعي رقم 93 سنه 2018 وقرار وزير العدل بتخويل صفه الضبط القضائي لبعض العاملين بجهاز المدينه. بننزل الوحدات نتابعها نعمل تحريات عليها، بنشوف الوحدات المستغله في غير نشاطها القانوني، اما بالبيع او التاجير او بتغيير النشاط، بنقوم بالمرور عليها. فيما يتعلق بالوحدات المغلقه بنعمل تحريات على الاشخاص الغير مستغلين للوحده طبعا، لان المقتضى ان القانون بمجرد ما تم تسليمهم الوحده ودخلت الخدمات المنطقه اللي هم موجودين فيها يقوموا بالانتقال للوحده، لان هم خدوا الدعم، الدوله بتوفر الدعم لهذه الوحدات. طيب يعني طب مثلا ما يعني التأجير برضو هيبقى، يعني ما هو ممكن يكون أخدها وأجرها لأخته أخوه لأي حد، يعني فيعني أنا برضو عايزة أعرف الموضوع ده علشان الناس لا تقع في هذا الخطأ مرة أخرى. يعني تمام يا فندم، القانون هم بيمضوا على عقد بينهم وبين الجهه المالكه اللي هي صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فالعقد ده بينص على ان هم طبعا لا يقوموا بالتاجير ولا يقوموا بالبيع ولا بتغيير النشاط ولا بغلق الوحده لفترات طويله. يعني هو يستلمها ويسكن فيها. تمام يا فندم، ما ينفعش غير كده. يا فندم طبعا. لا يقفلها ولا ياجرها ولا يبيعها. تمام يا فندم. طيب اوكي، عشان بس نبقى واضحين. طيب اسمح لي اسال حضرتك، انه 400 وحده سكنيه 247 عماره، ده مش رقم كبير شويه على كم المخالفات دي في منطقه واحده؟ لا يا فندم، هو الخبر ان احنا المدينه فيها، يعني المنطقه اللي احنا مارين عليها هي منطقه اسكان دهشور، دي فيها 16,000 وحده، ومنطقه 247 عماره دي منطقه جديده برضه فيها 247 عماره، مجموع ما تم المرور عليه هم 400 وحده ساعتها. وهي دي المخالفه 400 وحده. يا فندم. طيب يعني طيب واتعمل ايه بقى معاهم بعد ما عملتوا المحاضر دي يا فندم؟ تم تحرير المحاضر، الاجراء المتبع القانوني هو ان الجهاز المدينه ومأمور الضبط القضائي بيحرروا المحاضر بالموافقات وما يدل على هذا الكلام ان الوحده غير مستغله او الوحده تم استغلالها بالطريق المخالف للقانون بالبيع او الايجار او تغيير النشاط، بيتم ارسال المحاضر لصندوق الاسكان الاجتماعي ويتم مراجعتها ومن ثم الموافقه على تحريك الدعوه الجنائيه ضد المخالف. ويعني العقوبه ايه بقى؟ بتتسحب منه؟ العقوبه يا فندم هي الغرامه من 20,000 او 25,000 حتى 100,000 جنيه والحبس، او يعني تقتص العقوبه الى الحبس وسحب الوحده من المخالف طبعا. يعني ده عقوبه يعني مغلظه، يعني خليني اقول. طيب على العموم اشكرك على التوضيح باشمهندس مصطفى سيد مأمور الضبط القضائي بجهاز حدائق اكتوبر. اشكرك يا فندم.